أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم ل
جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوات الله.